أحبكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: كثرت علي الديون ولا أستطيع سدادها، فماذا أفعل؟ وأرجو لي الدعاء أثابكم الله. فرج الله عنا وعنك وعن المسلمين، اللهم فرج هم المهمومين، وقل الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. أخي في الله، أوصيك بما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا أمامة. دخل يوما المسجد فرأى أبا أمامة في المسجد، فقال: يا أبا أمامة، ما الذي أجلسك؟ الوقت وقت رزق ووقت سعي. فوجد هذا الصحابي جالسا في المسجد، وكان صلى الله عليه وسلم أبر الناس بالناس، وكان أكثر رحمة من الوالد بولده. فرأى الصحابي جالسا مهموما مغموما، فاقترب منه ثم قال له: يا أبا أمامة، ما الذي أجلسك في المسجد في غير وقت الصلاة؟ قال: يا رسول الله، هموم غلبتني وديون أهمتني. أنا مديون. وفي هذا دليل على فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم لما ضاقت عليهم الدنيا، وكانوا إذا ضاقت عليهم الدنيا فروا إلى الله ولجأوا إلى بيوت الله. المساجد سلوة المحزون وذهاب الهم والغم، هذه البيوت التي أذن الله أن ترفع، قل أن يؤوي إليها إنسان فارا من الله إلى الله إلا فرج الله كربه ونفس همه وغمه. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أعلمك كلمات إذا قلتهن قضى الله دينك وفرج همك؟ اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم، أي يا الله، إني أعوذ بك من الهم والحزن، ومن استعاذ بالله أعاذه. عبد ضعيف يقف بباب الرب اللطيف. اللهم، تأمل عبدا أحاطت به الديون والدين ذل النهار وهم الليل، وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من المغرم والمأثم، وقال: إن العبد إذا غرم عجبت أم المؤمنين من قوله من المغرم والمأثم، فقال: إنه إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف، يقول: غدا أقضيك، غدا أسدد لك، غدا أعطيك حقك، بعد شهر، بعد أسبوع، ثم يأتي الموعد وليس عنده من شيء. فسأل الله عز وجل أن يعيذه من الهم والحزن، وأن يعيذه من العجز والكسل. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل. العجز والكسل لأن الإنسان قد يصاب بالدين بسبب العجز وبسبب الكسل، فاستعاذ بالله من أسباب الدين، هذه كلها من أسباب الدين. فقال أبو أمامة رضي الله عنه وأرضاه: فقلتهن فأذهب الله عني همي وقضى عني ديني. نعم، ما ينطق عن الهوى. قل هذه الدعوات واصدع إلى رب الأرض والسماوات بقلب صادق، وكأنك تحس أنك وقفت على أبواب المخلوقين، فما وجدت بابا تقرعه، وأنك اتجهت إلى المخلوقين فما وجدت رجلا يستحق أن تريق له ماء وجهك. فلما تحس بهذا الألم وتنظر خاصة في الزمان الذي عظمت غربته واشتدت كربته وكثر فيه اللئام وقل فيه الكرام، وقد قال الحكماء: لا ترجم من ليس له حياء، لا ترجم من ليس له حياء. كان الناس في القديم إذا رأى الرجل أخاه مهموما ضيق على أخيه حتى يخبره عن همه، هو الذي يقول له: ما الذي أهمك؟
واليوم يأتي المهموم إلى الغني الثري القوي السوي يقول له إني في كربة ما أستطيع أسدد أجار بيتي، وغدا أسجن أو تضيع أسرتي وأولادي، ولا يلتفت إليه بشيء. نزعت البركة من الأموال، نزعت البركة من الأوقات، لأن الراحمين رحمهم الله نزعت الرحمة. بل أصبح الرجل الذي يبحث عن عورات المسلمين ليسترها، وعن كروبات المحتاجين ليفرجها بإذن الله، أصبح يذن وأصبح يحتقر. تكون عندك 10,000 ريال فتسمع عن أخ من إخوانك أنه مكروب أو منكوب أو مفجوع، فتأتي وتفزع وتدفع عن مال، وإذا بالألسنة تتناولك هذا ما هو عاقل، هذا يضيع فلوس وهذا كذا. إن وراءكم أيام الصبر للعامل فيهن مثل أجر 50. قالوا يا رسول الله منا أو منهم؟ قال بل منكم، إنكم تجدون على الحق أعوانا وهم لا يجدون على الحق أعوانا. كان الرجل إذا حس أن أخاه بحاجة ذهب يستدين من الناس من أجل أن يسد حاجة أخيه. واليوم الله المستعان، وخاصة في الدين، واعلم رحمك الله أنه إذا ضاقت بصاحب الأسرة وضاقت بالأرملة وضاقت بالمطلقة وضاقت بالشيخ الهرم من ضعفة المسلمين وضاقت بالمكروب والمنكوب الأرض وغلقت في وجهه الأبواب إلا باب ملك الملوك سبحانه وتعالى وإله الأولين والآخرين، ضاقت عليه الأرض بما رحبت، وأنك إن فرجت كربه بإذن الله لوجه الله أنك قد تسعد سعادة لا تشقى بعدها أبدا. إن للمكروبين دعوات لا ترد، إن للمكروبين مسائل لمن أحسن إليهم سعدوا بها ولم يشقوا ورفعوا بها ولم يوضعوا، فكم فتح الله من أبواب الرحمات على من رحم المؤمنين والمؤمنات. تفريج كروبات أمثال هؤلاء والشفاعة لهم وتفقد أحوال ضعفة المسلمين، الرجل يكون مع أخيه، بعض الأحيان طالب علم مع أخيه طالب علم، يكون هذا من أغنى الناس والثاني من أفقر الناس، ويقول له والله يا أخي أنا أحبك في الله، وهو يرى بأم عيني شعث في ملبسه وفي حاله ورثاثه، بل وربما يبلغه أنه مكروب في إيجار بيتي وإيجار شقتي، قل يوم من الأيام أن يأتيه ويقول له خذ هذا المال واستعن به لقضاء حاجتك، وكأنه لا يعني من هذا الأمر بشيء. مات قومي وانقضوا ومضوا، وماتت تلك الكرامات، وخلفوني في قوم ذوي بخل لو يبصروا طيف ضيف في الكرامات. ذهبت النفوس الكريمة، ذهبت تلك النفوس الحليمة الرحيمة. بلغ بأحدهم أنه قيل له يوم من الأيام إن فلانا يريد أن يتحول وهو جاره. قالوا لماذا؟ قال لأنه يريد أن يبيع بيته، فأرسل من خاصته من يسأل كم يريد في بيته، قالوا يريد كذا وكذا. قال اسأله لماذا يريد أن يبيع بيته، قال عليه ديون. فذهب وأرسل شخصا غريبا وقال له اذهب كأنك تريد أن تشتري البيت، كأنك أنت الذي جئت تطلب البيت، وأعطه ضعفي المبلغ، لا تعطيه المبلغ، أنا سأعطيه ضعفي المبلغ. فجاءه وأعطاه ضعفي المبلغ، فلما اشترى منه البيت قال له إذا اشتريته منه قل له سدد ديونك، وبعد أن تسدد ديونك أريد البيت منك. فلما سدد ديونه وانتهى منها قال له إن هذا البيت ملك لك والمال ملك لك، ولا أسألك عن شيء في الدنيا ولا في الآخرة. الناس كانت رحيمة، وكان فيهم من الشفقة، وكان المسلم يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذه الأنانية، هذا الشح، هذه الغفلة، أن الإنسان يصيبه الدين يصيبه الكرب قل أن يجد أحد يبسط له ماء وجهه، ولربما يأتي إليه فيوبخه يقول له والله إني في ضائقة في شدة، فيقول له تستاهل، أنت تستاهل، أنت
ما الذي يوقعك في هذا؟ أنت لو فعلت كذا وكذا. يا سبحان الله، على الإنسان أن يحمد الله على العافية وأن يبذل لإخوانه ما يستطيع. وأوصي من وسع الله علي أن يتفقد أحوال إخوانه، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى يرحم من عباده الرحماء، وأن تأخر القطر من السماء ونزع البركة من الأرض وذهاب الراحة النفسية وكثرة الهم والقلق وكثرة الكوارث والمصائب والفجائع والقوارع التي نسمعها ونراها كلها حينما نزعت الرحمة من القلوب، لأن الله يرحم من عباده الرحماء. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يرحم أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، نسألك أن تجعلنا من الرحماء. اللهم اجعلنا من الرحماء، اللهم اجعلنا من الرحماء، ويسر لنا طريق الرحماء، أحينا رحماء وأمتنا رحماء، واحشرنا في زمرة الرحماء، واشملنا بذلك برحمة الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. والله تعالى أعلم.